السلام عليكم مبروك. اليوم هاي حلقة عن صياد حشر، وهاي ربيناها الذيبة، مرة نهتها بالحبل ومرة ما نهتها بالحبل، وهسا نريدها نشوفها تشريد لو لا، نريدها من تكبر تكون نهتها. وهي مربينها دائما تاكل هيك الدجاج، ما شايف لي يركض لذيب بهاي السرعة، بهاي السرعة يعني ضغط هيك واي تعب علي، ما شايف راح يطيب، راح يطيب لحد ما تشبع. إيه الشارع متى شلون؟ طبعا هي جيت وراها ركض رايد تريد تعبر عشاء ابو حسين من شبه طالع عشاء عشاء ابو حسين لقيتها تركض وراها من قوة طفرت عليها مثل نمع تشلون؟ اسبوع فجأة طفرت عليها لازمني اللي تعبي صار هو مرة عندي شلون ما أدري لطاف صار مثل لطاف مثل
الظرف مال السنك مال الذيبه هي ها شاقت اريد تاخذ منها دجاجي عبرت منها لما رجعها راح دجاج اثنين دافنه في الدفت شوف